جاهزية تامة ورقابة مشددة على المسالخ المركزية في البلاد البالغ عددها 4 مسالخ المتواجدة في محافظة الجهراء والأحمدي والفروانية والعاصمة. جولات متعددة وعلى مدار الساعة يقوم بها المفتشون من الهيئة العامة للغذاء والتغذية قبل وخلال عيد الأضحى المبارك. طبعا احنا هسنا يعني بنحاول ان شاء الله نرفع الطاقه الاستيعابيه للذبح في المسلخ من ناحيه الرقابيه، ومن المتوقع ان شاء الله يعني يوميا لكل مسلخ من المسالخ ان يتم ذبح من 4000 الى 5000 راس بصوره يوميه للمواطنين والاهالي. طبعا احنا نتاكد من جميع الاشتراطات الصحيه الخاصه في المنشات الغذائيه وبالاخص اللي هي الخاصه في المسالخ، من ناحيه النظافه، من ناحيه الاجهزه، من ناحيه اذا كان يعمل بالنظام الالي او من ناحيه المانيوال ذبح المانيوال، ايضا كروت الصحه الخاصه في العمال، هذا شيء اساسي يعني. ففي كل مسلخ مركزي يوجد طبيب بيطري يقوم بفحص الاضحيه للتاكد من سلامتها وخلوها من الامراض. نكشف عليها، نفحص على الذبيحه بالكامل من القلب والكبد والرئه والغدد اللمفاوية، يعني هني إذا نشوف إذا الكبدة فيها أي مرض أو فيها ديدان أو فيها حصوات ننظفها أو نتلفها، وغير الكبد طبعا في عندك القلب، القلب يصير في بعض الأمراض اللي تدل على الذبيحة سليمة أو مريضة. ينصح باقتناء الأضحية من مكان ذو ثقة وتجنب الذبح العشوائي للأضحية لتفادي خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. أوجه نصيحة حق المواطنين أن يعني يتوجهون إلى المسالخ ويتجنبون الذبح العشوائي، وبالنسبة يعني على أساس يتم الفحص على ذبيحتهم بالطريقة الصحيحة ويستلمون مادة غذائية صحيحة وسليمة إن شاء الله. كما يوجد 3 مسالخ مؤقتة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية المتواجدة في جمعية سلوى وجمعية علي صباح السالم، بالإضافة إلى جمعية سعد العبدالله.